معاك مهند غلام 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات. أهلا بيك. سوبربن ال LS ال 2020 البيسك، طبعا هي الشاسيه الطويل زي ما احنا عارفين. عندي اللون الأسود، هي سيارة معروضة عندي في الوكالة، ما شاء الله لون ملكي خطير. بيكون فيها خط ال LED طبعا في الإضاءة الأمامية الرئيسية، الكشافات الضبابية الأمامية والخلفية، وفي عندنا الحساسات الأمامية كمان. التاير من نوع الجودير قياس 18، ده الديزاين بتاعه. يسهل طبعا دخول الرمل. نشوف قياس التاير 265/65/18. طبعا مع شعار السوبربن على جانب الباب، تمام، مشهور دايما. في عليها طبعا الحساسات الخلفية والكاميرا الخلفية، سبويلر على سقف السيارة من فوق، عليه ستوب لايت. حضرتك شايف المساحة الخلفية ما شاء الله، هي أكبر دبة في فئتها. هي سيارة أصلا في فئتها ما فيش زيها أصلا، هي سوبربن، هي أطول وأكبر سيارة من الـ SUV لارج سايز. هنا استهلاك البترول، اللتر الواحد ماشي 8.9. طبعا السيارة زي ما حضرتك عارف 5.3 V8، 355 حصان، 6 سرعات اوتوماتيك. السيارة بتشتغل على 4 او 8 سلندر حسب الـ RPM. في عندنا التخشيب على الباب، جلد على مسند السايق، فول اوتوماتيك، فول 4x4، إضاءة اوتوماتيك، رادار أمامي، تنبيه عند الخروج من الحارات، تحريك للدواسات، الهاند بريك او هو ليك بريك خلينا نقول. كرسي السائق بيكون اوتوماتيك. السياره حضرتك عارف 9 ركاب، فيها السده متحركه، تمام، او نقدر نقعد بالسيت، يبقى سيت كامل للصف الامامي 9 ركاب. مثبت السرعه عندنا، تحكم كامل في الستيرنج، عدادات ديجيتال بالار بي ام، ومقياس ضغط الاطارات، شاشة متحركة. ضغط بس على الزر تفتح لك. في وراها سدة او ساعة تخزين، فيها USB. لما توصل التليفون بالكيبل، كل اللي موجود على التليفون، الويز والواتساب والجوجل مابس، كله بيظهر على الشاشة الرئيسية، تمام. تحكم في المخيف الخلفي، تقدر تعمل له لوك، تمام. هنشوف الساعة الخلفية. السقف فيه التحكم طبعا في المكيف الخلفي، مكيف كامل لكل الركاب. ده حجم الكابينة الخلفية او الصف التاني، ما شاء الله بيشيل ركاب كبار. ونشوف الصف التالت، دي المساحة للركاب في الصف الاخير غير الدبة، طبعا ملوش علاقة بالدبة. ده السيت بيتقلب عشان يسهل دخول وخروج للركاب، كبار، شياب، حريم، اطفال، كله شغال، تمام. السعر زي ما قلت لحضرتك يشمل التأمين والتسجيل والسيرفيس الاول على 10,000 كيلو، والضمان المفتوح 5 سنوات بدون تحديد للكيلومتر، و4 سنوات مساعدة على الطريق. معاك مرة تانية مهند 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات. ده شكل السيارة من بعيد، ملكي،